عصاران قتلان يضربان مدن نبراسكا. قتل شخص واحد وتأذى 16 آخرين على الأقل بعد أن ضرب إعصاران قتلان نبراسكا الشمالية. تفيد تقارير أولية بأن سرعة الرياح وصلت إلى 320 كيلومتر في الساعة فدمرت كل ما وقف في طريقها. ويبدو أن بلدة بليغر كانت المتضرر الأكبر. وهذه الصور التي نشرها برايان بندالك على مواقع التواصل الاجتماعي تصغر بعد الدمار. دمر القسم الجنوبي من البلدة تماما بفعل الأعاصير حسب مسؤولين، وتم نشر حرس نبراسكا الوطني لمساعدة الناس على التنظيف وإصلاح ما تدمر.